مرحبا. اليوم بدي ارجيكم جيم اسمه سنتيبيد ريتشارج. سنتيبيد هي لعبه من الثمانينات كانت على الاتاري وهلا عاملين لها مثل ريماستر يعني بين قوسين، تمام؟ كانت كثير لعبه بسيطه وكذا، وهون شوي حاولوا انه يعملوا شيء جديد فيها. طبعا في عندك الاركيد اللي هو حاول تلعب هيك لتجيب اعلى سكور، او تلعب التشالنجز وتحاول تعمل ميشنز. الميشنز طبعا انه نوصل لشيء. هون مثلا ديستروي 45 مشروبس، فالميشن تبعي هي انا عندي هذا الشيء اللي هون، فانا عندي السبيس شيب هاي راح استعملها لحتى قاتل فيها، تمام؟ وبدك تحاول انك بدي احاول انا الفكره تبعي انه ادمر المشروبس قد ما في. هلا في عندك اللي هن السنتيبيدز طبعا، هدول الاشرار وهن الالينز بين قوسين يعني. طيب راح احاول اني ادمر المشرومز، اظن راح 33 اوكي. هون احاول اني اعمل شويه دمار. طيب هون نطلع لفوق شوي بدنا نموت. كمان واحده خالصين، تشالنج كومبليت. فالفكره انك عم تمشي وتقوس، طبعا دائما بتقوس لفوق الا اذا عندك شيء بيخليك تقوس على جنب. هون مثلا كل 40 انيميز وذ بومبس، هلا بنحاول نضرب البومبس. على الفاضي يا ساتر، قتلنا 9 على الآن. ناخذ هاي. لازم نلاقي حل حتى نعمل هدول. اوكي هلا هون بس يجوا لهون راح اقوص على هدول البومبس. خليني اقربه بس، تعال نجرب الجهة الثانية. والله شكلي game over. اوكي مرة ثانية، let's do this again. نجي لهي الجهة، نعمل هدول بومز هون، ننتظر بس لتمرق شي سنتيبيد. لا نقتل هاد، ناخذ هاد. انا ناطره بس يقرب على البومز هون. اي اخذنا منه 5. حلوين 20 صاروا. اوكي جو 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 جو. بدنا هدول البومز هلا او بدنا نقتل العنكبوت. لا ليه ريتراي اجين. اعتبره بعيد، هذا خالص. فشايفين مرات انت لما تقاتل هدول السنتيبيدز، هي بالجيم القديم كان هو العدو الرئيسي، لما بتقاتلهم بيعطيك مثل خالص هون. تعال لازم العناكب هدول يساعدوني. انه طلع لي سلاح مرتب. جيم اوفر. نكست ريتراي. ايه فشايفين كيك بيعطيك ميشنز تعملهم. هي لعبة اركيد بامتياز، يعني مثل باك مان وهالقصص هاي. حلوين. هذا هون المفروض انه هيك انا روحت 21 واحد لهلا. حلوين. بس هذا خط هون بدنا ننطر حتى يجوا. قرب 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 كمان قرب. ايوه انزل لتحت، انزل انزل كمان. بس لا بعد دن. وهون بيعطيك قديش انت اخذت وقت لتخلصها، فاذا انت عندك مثلا سباقات وهيك اشياء. طيب complete challenge in direct approach killed 20 scorpions. انا قتلت 20 سكوربين. هي هي الجيم اظن واضحه يعني. هون عملت هي 20، هون واحد
ناخذ المرر ونعمل التشالنجز. هذا التشالنج سهل، خالصين من هذا. نيكست. ريتش 3500 سكور، دونت ديستروي بويزن مشرومز. حلو، بدون ما اقتل المشرومز الخضر. اوكي هات هاي. ما حنستفيد كثير منها بس اتس اوكي. طبعا مثل ما كنتم منتبهين انه يمكن لازم روح على الجهة هربوا. الشبح هذا بيهربون. اوكي هون دان، هذا هون شوت. تعال لك انت هنا، تعال ما كان بدي يهربون. يلا ما مشكلة، اللي بعده. بس على كل هاي هي سنتبيد ريتشارد، اظن وصلت فكرة الجيم مع هيك. عم نلم سكور شوي شوي ببطء شديد. سلو داون. ايوه طلع لفوق مرة تانية. anyway centipede recharged game ظريف لذيذ. هو لما انا سجلت الفيديو كان فري على الابيك جيم ستور وموجود على الابيك جيم ستور. المهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب شير، وشوفكم بعدين. سلام.